لك سعدية الله يرضى عليكي ها واصل الامور معي لراس مناخيري فهمتي ولا ما فهمتي انا ماني ناقصك ها وليش بقى الامور موصله معك لراس مناخيرك يا بعدي ليش شو حكينا امي شو حكت لي قالت لك استنى خاصه مدتها وبالفعل يعني ها انا شميت ريحتها مزبوط شميت ريحتها مزبوط الله يخلي لك امي ولك ارحميلي مشان الله خلي امك ترحمني انا ما بقى فيني اتحمل ولك صحيح في ازمه بالبلد بس مو انا اللي جبتلي اختي على عيني وراسي يقعدوا ابوك امك هون شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين بس لا يتدخلوا بشغلات ما بتعنيهم ما بتعنيهم؟ شلون ما بتعنيهم لك فم وخايفه علي وعليك وعلى ابنك يعني لك سعديه الله يرضى عليكي انا اضرب مصلحتك ومصلحه ابني ومصلحه بيتي يعني لا حدا يتدخل فيني بنوم الله يرضى عليكي والله مجنون يحكي وعاقل يسمع لك امي بشو عم تتدخل بشو يا ولا يا حبيبتي ما دخلت بشي ما في منها امك ما دخلت بشي بنوم لا دخلت بديكور لا دخلت بعفش لا دخلت بسمنه لا دخلت بمطبخ لو حتى قمصاني قال شو مو مناسبين لعمري كل هدولكم لك وهذا حيطكم قال شو اللي يا متر ليش بدها توسع الصالون خلصينا بقى يا حاجي بقى شو خلصينا ما خلصينا كل اللي حكيته امي مزبوط يعني بالله شو حبيبتي كل شيء حكيته صح لك هذا الحيط هذا الحيط قلناه متر مشان وسع له الصالون ما كلفني شيء حبيبتي 250 الف ليره بس ولك شو الفرق اذا كان كنبيات ولا صوفيات ولك شو الفرق اذا كان قميص فسفوري ولا اخضر ولا دراب السخن ولك شو بدي امك بقى شو سعيد افندي لا تكون مزعوج لانه اهلي هون لكن مالهم غيري مالهم غيري ومنطقتهم صار فيها مشاكل لوين بدنا نروح يعني والله اذا السهر ما كان مسند الظهر لشو عشته السهر مسند الظهر ايه معك حبيبتي السهر مسند الظهر بس خلوا هالظهر ساخ سليم لحتى يشيل لبعدين ما تشخشكوا فيه سكاكين خلوني بس اتحمل هالكم يوم جايين بس شوف حبيبي لا تحكي ولا كلمه شو حكيت انا كل اللي قلته انه صهري جاي بسمنه منزوعه فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء سمنه سمنه زيت سمنه لسه كل شغله بالسمنه السمنه انت شو دخلك بالسمنه ليش بتتدخلي بالسمنه ليش حاجة تقول لي ليش بتتدخلي؟ مالي قاعدة بنفس البيت وعم باكل وبشرب، شو بدك يعني نتسمم يعني؟ تتسممي بتتسممي تتسممي، شو دخلك أنت لتتسممي بالسمنة بعدين وطي صوتك ليسمعونا؟ بيسمعونا بيسمعونا إذا عليتي صوتك مشان السمنة يا بنت الناس بناكل من نفس السمنة اللي بيجيبها صار له 100 سنة يجيبها هي السمنة، بعدين البضاعة بالبلد مش ولا بد طيب مو ضروري يجيب من نفس السمنة يا روح قلبي يجيب سمنة أجنبية مرتي العزيزة بدي أسألك سؤال صغير هل قد قدته لا هل قد هيك هل قد نحموس صغير كتير بس ما تنزعجي مني بالبلد عنا في بضاعة أجنبية لا تجاوبي أنا بجاوب ما عنا بضاعة أجنبية سأليني ليش لا تسأليني أنا بسأله أنا بجاوب ليش لأنه محاربين نحن الآن داخل قوقعة هيك صغيرة لا يجوز أن تدخل البضاعة الأجنبية إلى البلد هذا وإذا دخلت عن طريق التهريب مثلا عن طريق واحد معبي له 3-4 شوالات على حمار حشاكي ونازل فيهم على الجبل وطالع فيهم من الجبل وفاتوا على البلد خلسة فهذا بده مصاري وبيجوز صهرنا العزيز ما يكون معه مصاري لحتى يشتري حبيب قلبي هاي مشكلته مو مشكلتي انه يضحك علينا ويجيب بضاعة خربانة ونسكت لو النبي ما بسكت لك اسكتي بقى اسكتي لا تسكتي اسكتي لا تسكتي اللي بدك يا زوي انا افضل ان لا تسكت لك تحمدي الله يا بنت الحلال انه متحملنا هون شهرين ثلاثة اربعة ليش اربعة خمسة ستة نعم سيدي عم تعلمني العاد هلا بعد الكبره جبه حمراء بعدين هذا اللي كان ناقص انه ما يتحملنا لكان ليه جوزنا بنتنا حتى يتحملنا بعدين بدي اسالك هو حاملنا شيء على كتافه قريضه ان شاء الله يا هيك صهر يا اما بلا هي بخير عم تلعب منيح كثير انت كان على فكره هذا البيت الي لا تتعب هيو صاحبك ابو السعود ما عاد شفناه شو القصه؟ لك ما في شيء بس ما بعرف ايش معد وجهه خير ان شاء الله بس ما يكون صاير معه شيء ها لا مو صاير معه شيء كل القصه انه اجوا بيت حماه سكنوا عنده بعض بالحيط معه اوف ليش بيت حماه سكنوا عنده بالبيت؟ لك ايه هيك خبرت منه من فتره لما شفته ماشي بالطريق كان حامل اغراض وقال لي بيت حماي عندي بالبيت اوف المشحر الله يحمل معه بس مو هالمصيبه المصيبة إنه حماته قوية كتير وإنت شو عرفه؟ هيك قال لي أول ما تزوجوا قال لي إنه حماته قوية كتير بتتدخل بالشاردة وبالواردة وبتقوي بنت عليه الله يكون معه
والله علا يا سيدي، معناتها صاحبك هلا بيكون عايش بالعسل، بس عسل اسود. العاب العاب. لك خلاص حاجتك بقى، دهيله دهيله. خلاص يا عم، خلاص خلاص خلاص. معلش معلش زعب دعني هالمره، يعني هو سؤال صغير بدي اسالك. تفضل عم اسال. سؤال هالقد سؤال عم اسال سؤال. حماتك بمقام والدتك ولا لا؟ انا بجاوب على رجب. حماتك فعلا بمقام والدتك اللي هي امك، فمشان هيك حماتك ما قصدها شيء. لا تزعل، ما قصدها شيء. يعني شو بده يكون قصدي بعدين؟ فوق مالي خايفه عليه وعلى مرته وعلى ابنه؟ هلا ابنه بده يجي من المدرسه جوعان، معقول طعميه طبخ بسمنه خربانه؟ لا مو اتفضل. مرت عمي، اولا السمنه ما انا خربانه، انا وقت اشتريت العلبه تاكدت من تاريخ الصلاحيه، وكل يوم عم ناكل منها. هي افخر انواع السمنه بالسوق يا حمادي. صح مزبوط. ايه والله يا عمي، والله من افخر الانواع. بعدين انا شفتها صلاحيتها مو خالصه. خلص انت، ما حدا سالك صلاحيه، اضربي بها الكسم. يعني انت افهم من امك وليه؟ خلاص اتفضل حماتي. اتفضل براسي بدي غير لك السمنه، هلا بنزل بجيب لك علبه جديده، وانت تاكدي من تاريخ الصلاحيه بخاطرك. لحظه بخاطر عمي. غير بدي. على عيونك شو قد والله، لو اعرف عصبي وبخيل ما بعطي بنتي لو يطقوا عيونه التنتين. عفوا مرتي حبيبتي، ممكن هيك ادلو بدلوه واقول لك معلومه صغيره هالقد قد؟ لا هالقد هيك هالقد. ما حدا قال لك اياها قبل المره؟ بليز بنتي معلش تسكري اذنيكي لو سمحتي. لك انت الشياطين ها ما بيتحملوكي، لك بتطلع الواحد من ثيابه، لك يخرب بيتك، لك شو بتحملك العمل كله ما بعرف. ليش انت مين متحملك؟ شايفه لك بنتي شايفه؟ كل رجال صايره روحها براس مناخيرها مثل ابوكي وجر، بس بدهم يتحملوا يا لطيف. بيروق ابو السعود شبك يا زلمه، والله القصه مو سهله كل الان. صدق فكرناك كمان اليوم ما رح تجي. ليش اساسا عم يصح لي اجي انا؟ لما حماتي هلكتني هلاك يا اخي. والله معه حق، يعني الواحد فوق الموت عصت القبر. اي بهالازمه حاله مو طايق، ثيابه الواحد مو طايقه، يروح يجي ناس يسكنوا عنده بالبيت؟ لقوا مين حماته؟ لك مو هو المصيبه، المصيبه انه حماته نقاقه كثير. لك بتصدقوا يا شباب؟ الله وكيلكم، صرت عم اتمنى موت ألف مره. اخي يا انا بدي موت يا هي تموت، بس بدي ارتاح واخلص بقى. ده يا ابو السعود ما حبيتها منك بنوبة فاولة لحالك هيك. شباب خليك رجال، الرجال بتبين بالازمات، وانت رجال وعم تمر بازمه، شو المشكله؟ اخي يعني شو القفله مع حماتك؟ بدها علبه سمنه جديده؟ خلص جيب لها يا اخي. ليش هي واقفه على علبه سمنه؟ لك لو واقفه على علبه سمنه كان منيح حبيبي، بس انا كل اللي بدي اياه بقى يروحوا يرجعوا، يرجعوا على بيتهم يا اخي، يطلعوا من عندي، انا ما بقى اتحملهم يا شباب. حاسس انه اذا بتقعد حماتي شهرين ثانيات عندي، لك ما في مرض بالدنيا غير راح يركبني ويدندر رجليه كمان. توهو علينا، لك شبنا سعيد شبنا، والله بخشت راسنا. خلص روق هدي. وينك؟ عنتر جيب لنا كاسة ليمون هيك يروق دمه فيها. ما بدي مالك. خلص ولو رح طجي لك يا غلب لأبو الجود. يلا فت. والله صوت شقي، شلون قدران ينام جوزي؟ وينك؟ لك وينك؟ شلون قدران تنام؟ مالك سمعان شقي لوين وين؟ خير مرتي المصوم حبيبتي العزيزة، شو بدك مني؟ صوت شقي، صهرك سعيد ما عم يخليني أعرف نام. ماني سمعان شي. يبعت الحمى عليك، شو طرشت على بكير؟ بكره بدي أخذك على طبيب أدان، ما في مجال. شلون شلون؟ رح تاخذيني على دكتور أداء؟ بدي اسألك سؤال صغير هالقد قدو. لا هالقد هالقد هلا، شو بدك مني؟ بدي اياك تروح تفيقه ويغير نوبته مشان انا اعرفنا. لك يا مخلوقة يا بنت الناس، حرام عليكي، خافي الله، خليه للزلمة نايم مشان بكره الصبح يروح على شغله بكير. شوف إذا أنت ما بدك تروح تفيقه فأنا بروح بفيقه. أنا ما رح أقول له شيء ولا رح روح لعنده، روحي أنت. ايه بروح بفيقه، شو خايفة منك ولا منه؟ ها يلا. ما
بابا صار له شيء؟ يا ريت بركي بخلص منه. هيك شوفي يا امي. شخير جوزك ما عم يخليني اعرفنا. يا امي جوزي ما بيشخر بحياته ما شخر. يعني شو انا عم بكذب؟ عم لك شخيره واصل لعندي ما عم بعرف نام. لك يا امي ما عم تكذبي لا بس ليكني انا نايمه جنبه يا امي ما سمعته عم يشخر. بعدين ولد ليك وليك ونايم جنبنا. لك يا بنتي يا حبيبتي انتي نايمة وغاطة بالنومة روحي نكشي وخليه يغير نومته بدنا نعرف ننام. ماشي امي ماشي يلا هلا هلا بقله روحي روحي. اريضة طبقكم انتو بالبيت والله الواحد ما عم يعرف ننام. اريضة سعيد سعيد حبيبي سعيد ايه سعدي شو بدك؟ حبيبي زبط نومتك. ليك زبط نومتك شو في؟ حبيبي مشان ما تشخر زبط نومتك. شو هاد؟ لك سعدي انا منين تعرف بشخر انا؟ ما بشخر انا بحياتي ما شخرت. حبيبي والله بعرف انك ما بتشخر بس امي دقيت الباب علي وعلى صوتك واصل لهنيك. امك؟ لك ايمتى رح ارتاح انا بقى؟ لك حرام عليكي بقى خلي امك ترحمني بقى. حماتي قبل النوم وحماتي بعد النوم وحماتي كلتي او تقي يا مزيقه ولك قولي على هالعيش اللي بتعرف. ما رايح حبيبتي انا رايح نايم بشنينه ايه احسن لي لانه بيتي ما عم برتاح نايم بشنينه اللي عم يلعبوا بشنينه مو احسن مني افهمتي؟ مرتي حبيبتي معلش اقلبي دلوي لك خلصنا بقى حاجه على حق والله هلكتينا. هلكتك؟ ليش ما بيعرف انه عنده ابن بده يفيق يروح على المدرسه وعنده بيت حماه ضيوف عنده بدهم يفطروا يروح يجيب له ربطه خبز؟ امي كرمال الله يا امي خلاص هلا انا بجيب خبز بس يعني هلا بس اجي لا تحكي ماشي الله يوفقك يا امي بكفي امبارح نام برات البيت. نعم ستي لشو حكيت دخلك؟ شو قلت انا؟ كل يلي قلته غير نومتك مشان انا عارف ما فيها شيء. لك امي والله ما فيها شيء بس يعني والله ظلمناه امي ما كان عم يشخر. يا سلام يا عيني اتفقتي انت وابوكي علي على انه انا عم يتهيألي ولا مجنونه؟ ايه روحوا تضربوا انتوا هالقعده بهالبيت مع هذا المعتوه. عادي امي عادي انا بنزل. لا حبيبتي انا بدي انزل بدي انزل شملي شويه هوا بس. اتركيها لك بنتي اتركيها خليها تروح شمي شويه هوا مسكينه داي اخلاقها عم تقلل ابان وشها. خرجت صباح الخير. صباح النور. سألت سؤال صغير هلا تقدم هلا لا 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 جد كتاني بالجنينة؟ كلمي صغير كرمال الله أمي كل ما صار مع شيء قوم قوم شوف. معلش سعيد معلش سيارة ضربتها لأمي. شو؟ أمي؟ شو صار لأمي؟ الله يرحمها. لا 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 أمي سوري عفوا ممكن أسألك سؤال صغير هالقد هالقد أدو هالقد تفضل عمي تفضل. عفوا ليش هيك شفايفك سود؟ كتر ما بوست الدولاب تبع السيارة. معلش هيك شم ريحة الكاوتشوك تبعته لا شم عم شم أم